متابعينا ووصلنا لفقرتنا الأخيرة يلي رح نحكي فيها عن الملحمة يلي كانت تجسيدا للملاحم البطولية يلي سطر أبطال الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري بالحرب الإرهابية، حيث عملت وزارة الإعلام من خلال المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني على إنتاج الملحمة الدرامية لأنها بلادي من تأليف محمود عبد الكريم وإخراج الأستاذ نجدة أنذور وبمشاركة أكثر من 300 ممثل وممثلة. صحيح، هي الملحمة الكبيرة فينا نقول عنا والضخمة اللي هي كانت من إنتاجنا، ومشكور فريق الإنتاج أيضا، يعني رغم الإمكانيات ولكن إحنا عملنا شيء أكيد حلو كثير. من الكوادر التمثيلية اللي شاركت بهذا العمل فنان يعتبر من أبرز فناني الدراما في سوريا، ويعتبر وجوده في أي عمل عنصر رابح أو قيمة مضافة أيضا للمخرج، ويمتلك حنجرة وصوت يدخل القلوب بقوته. معنا اليوم بصباحنا غير الفنان رائد مشرف. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير، كان عيد ميلادك مبارح. صباح الخير حبيبتي، شكرا لكم وانتم بألف خير، وشكرا لهذا الكلام الحلو اللي عم تحكوا عني. يعني اهلا وسهلا فيك. نحن كثير عنا فنانين هنن كان لهم بصمه بمراحل عديده من حياتهم، ولكن اليوم عم يكون لهم بصمه كثير كبيره من خلال الايام يلي عاشوها. صح. بالبلد. صح. عم يكون يمكن ما عم يقول شيء بقلبه، عم يعيش شيء عاشه، بيكون يمكن صادق اكثر من اي شخص ثاني رح يؤدي هذا الدور. بالبداية احكي لنا عن دورك، احكي لنا عن أول ما عرضوا عليك هي الملحمة، شو كان إحساسك؟ قديش آمنت بالفكرة وكيف درست الدور؟ الحقيقة أنا هذا التعاون يعني صار أكثر من تعاون مع الأستاذ نجدة، بوجه له تحية، والأستاذ محمود عبد الكريم. بدأت بشيء يتكلم عن ما حدث في سوريا مع فيلم رد القضاء مع الأستاذ نجدة سنة 2016، وكان أيضا فيلم يجسد أبطال سجن حلب. صحيح. المركزي في ذاك الوقت، ولاقى هذا الفيلم نجاح كبير كتير على مستوى سوريا وعلى مستوى الوطن العربي، لأنه كان حقيقي وكان قريب من الناس. ملحمة الدرامية التلفزيونية لأنها بلادي، محمود عبد الكريم والأستاذ نجدة، هي عبارة عن 30 صفحة أو 30 حكاية أو 10 حكايات ثلاثيات تعتبر، تتكلم عن ما حدث في سوريا، تتحدث عن بطولات الجيش العربي السوري في كافة المحافظات السورية وعن صمود الشعب. الحقيقة طبعا وعن صمود شعبنا وعن بطولات جيشنا اللي نحن الحمد لله يعني قدرنا انه ننتصر و يعني نستعيد كامل أراضينا. نعم. السورية من الإرهاب. هذا العمل هو حالة حقيقة، يعني بعيدا أنه هو حالة درامية وحالة توثيقية، كتب الأستاذ محمود وأخرج الأستاذ نجدة، توثق بشكل واقعي. حلو. بطولات هذا الجيش وصمود. نعم. شعبنا السوري. يمكن هي جسدت مثل ما ذكرت الواقع وبطولات، وأيضا يعني أخذت من الواقع كثير، يعني كنتوا قريبين جدا من الواقع، والدليل ظروف العمل اللي كنتوا أنتوا فيها يمكن هي ظروف كانت شوي خطرة. صحيح. نظرا لأنه نحن استخدمتوا يمكن كثير مؤثرات حولكم، وكانت. صحيح. المؤثرات يمكن مرعبة وكانت خطرة، وأغلبكم تعرض للموت، إن شاء الله ما بتشوفوا غير كل خير وكل سلامة. هذا العمل مع صعوباته والضغوطات، ويمكن أنتم كممثلين بقيتوا بهذا الوطن، وأول ما انطلب منكم أن احنا عنا هذا العمل فكنتوا في الصف الأول. طيب. شو القيمة المضافة لهذا العمل لرائد مشرف؟ الحقيقة أنا ساويت بهذا العمل ثلاثية اسمها حدث في القلمون، كان دوري هو المقدم خالد. كنت سعيد وقت انبعث لي هذا الدور، لأنه فعلا في شيء واقعي، في شيء يلامس الناس عن طريق شخصيات حقيقية كتبها محمود عبد الكريم. كانت من الواقع فعلا، إنه الفخر أنه جسد تلك الشخصيات البطلة اللي فعلا كان لها دور حقيقي في 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 تلك المناطق أو في تلك المدن. صحيح.
اللي وقفت مع هذا الشعب فعلا اللي صمد. يعني شعور حقيقة شعور سعيد جدا انه انا مجسد شخصية حقيقية، وفعلا المقدم خالد هو شخصية حقيقية موجودة حتى الآن. فأنت إليك الفخر انه يعني نقوم بتسجيل الشخصية. موفقين وناطرين العمل اكيد كلنا بنشوفه. كثير من الاشخاص بيقولوا انه حضرتك فنان مريح، الكل بيحبوا يشتغلوا معك، يمكن هي الميزه مهمه بحياه الفنانين. خلينا نحكي شو يعني فنان مريح، شو يعني بتحبك الكاميرا، شو يعني يعني ما بتعيد كثير ما بتعذب كثير. الحقيقه يعني انا كثير لي علاقات طيبه مع كافه زملائنا بالوسط الفني من مخرجين وممثلين وكتاب، و يجب ان يكون هناك علاقات طيبه مع الناس. 100% اتميز بالدماثه هكذا يقول الوسط الفني، وانا طيب كثير حباب كثير. الناس تقول عني ممثل ظريف كثير محبوب يعني من الناس. حتى مساله الصوت اللي انت حكيتي عنها، انا اعمل في دوبلاج جايين للحديث. أوكي. خلينا نحكي قد ايه صار عمرك رائد، ولا ما بدك تقول؟ خليها يعني خليها سؤال محرج، الشباب ما بيهم قد البنات او نسوان عمرها. خلصت من سن ال 45 ما شاء الله، العمر الطويل. الله يسلمك. العمر الطويل. صوتك اثر ودخل العديد من البيوت السوريه بالاضافه الى تمثيلك. اليوم الدوبلاج هو معنه مهنة سهلة أبدا، ويمكن هو أصعب من الوقوف قدام الشاشة. طبعاً موجة الدوبلاج مرقت فترة كانت كتير دارجة، ولحد الآن كتير موجودة الدوبلاج. احكي لنا عن بداياتك بالدوبلاج، وكيف قدرت يمكن تأثر ويعتمد هذا الممثل أنه خلص هاد صوتك أو هذا المشهد هو بيلبق لك. أنا بلشت بالدوبلاج سنة 2000. نعم. مع سبيستون، بعدين وقفت 5 سنوات عملت. نعم. في الإذاعة. كمان لحوالي 6-7 سنين. ورجعت للدوبلاج بهي هذا العمل السوري اللي صار كثيف بمسألة الدبلجة السورية. نعم. الممثل السوري ممتاز عربيا، يعني نحن محبوبين كثير بأصواتنا بلكنتنا السورية، انتشارنا انتشار بمخارج الحروف الصحيحة المفهومة. نحن نتميز حتى باللغة العربية الفصحى بشكل كتير مهم، بلكنتنا الشامية المحببة البيضاء، يعني حتى باللهجة البيضاء نحن فانتشرنا انتشار كتير كبير. بالإضافة للدوبلاج رحت باتجاه الكتب الصوتية، عملت على كثير من الكتب الصوتية بصوتي، وكتب متنوعة يعني كانت سوينا بصمة مثل كثير أسماء موجودة الآن على ساحة الدوبلاج السوري. يعني سوينا بصمة خلال 5-6 سنوات، بصمة كثير مهمة، وأصبحنا من الأصوات المهمة في الوطن العربي. شو أكثر حدا قريب لقلبك من المشاهد يلي أو من الأدوار يلي قمت فيها؟ كثير أعمال أنا سويتها كثير طبعاً، ولكن شو الأقرب هيك كان لقلبك اللي تعلقت فيه أكثر، اللي عشت تفاصيل أكثر؟ والله في مسلسل اسمه الرحمة، قديم شوي، مسلسل اسمه الرحمة، سويت شخصية بطلة بهذا العمل، كان كثير قريب. حتى يعني قالوا لي القائمين انه انت تفوقت على الممثل ذاته بصوتك بهذا العمل. حلو. بصوتك. يمكن رائد هيدي شهاده، يمكن انت بس تسمعها هيك بتعطيك مسؤوليه اكبر ودافع. صحيح. اكبر. تمام، خلينا نحكي عن حكيت لنا عن تجربتك بالدوبلاج والاذاعه، وبيقولوا اللي بيشتغل اذاعه ودوبلاج بيستمتع. صحيح. يعني انت انتقلت مثلا على العمل التلفزيوني، ولكن لا، الاذاعه والدوبلاج له خاصيه مميزه. بتحس حالك وين بتحس حالك اكثر؟ ممثل انت ناجح، ولكن بالإذاعة ما بتحس هيك في متعة اكبر؟ الحقيقة انا وقت تركت بلشت بالدوبلاج رحت باتجاه الإذاعة. الإذاعة شيء مهم للممثل بحالة الصقل. نحن تلمزنا على اساتذة كبار بإذاعة دمشق، يعني انا بلشت وعصرت كثير من الاسماء المهمة. حتى كان لي برنامج كان يبث يومي، كان يقدموك اساتذه كبار غابوا، فاجينا نحن هذا الجيل الجديد اسمه ابناؤنا في الجولان. اكيد كان برنامج يومي يقدم على اثير اذاعه دمشق. الاذاعه كثير مهمه للممثل، يجب
أن يكون هناك عمل في الإذاعة، هي متعة حقيقية، تدريب وصقل لمواهب، لو مواهبنا لأصواتنا. تمام، نحن أكيد اليوم مبسوطين بوجودك معنا. بالختام احكي لنا شو هي التحضيرات بعد ما لحمت لأنها بلادي، شو عندك أعمال جديدة لرمضان اللي جاي، ومن ناحية الدوبلاج وأيضا من ناحية الإذاعة؟ نعم، الحقيقة أنا ما نعرض لي عمل اسمه بروكار، سيعرض إن شاء الله قريبا على شاشاتنا. حلو. سويت عمل كمان اسمه الضفدع، إخراج يزن أبو حمدة، سيعرض إن شاء الله قريبا. حلو. وهناك تحضيرات لأعمال جديدة لسه يعني عم نقرأ. نعم. يعني وعم نحضر للرمضان الجاي إن شاء الله. رائد، خلينا شوي نحكي هيك عن الموسم الرمضاني اللي هلأ شهدناه، وشو رأيك فيه وكيف كانت مشاركاتك، وهل هذا الموسم يمكن حسيته انه حقق الشيء اللي نحن بدنا اياه ولا لا؟ ما رح نقول، ما رح فوتك بمجال انه ضعيف ولا ما انه ضعيف، لا، خلينا نحن نحكي بصراحه كيف انت ملاقي. حقيقة نحن خارجين من حرب دامت 10 سنوات، يعني لملمنا جراحاتنا وكتر خير الجميع انه تعود الدراما السوريه الى ألقها، تعود درامانا الى ألقها. يعني في السنوات الاخيره، اخر سنتين ثلاثه، صار في انتاج درامي حقيقي، كانوا من مؤسسه الانتاج التلفزيوني السوري او الانتاج الخاص، وكان في اعمال مهمه. السنين عرض لي انا عمل اسمه باب الحاره الجزء 11، وتأجل بروكار إلى ما بعد هاي الفترة. بالعموم أنا لم أشاهد كثير من الأعمال، ولكن كان هناك أعمال سورية مهمة حبوا الناس، كان في أعمال سورية عربية كمان لاقت صدى كبير. الأمل أنه يكون في هناك إنتاجات أهم للدراما، كي فعلا نعود إلى مكاننا الحقيقي، وكي لا يفوتنا القطار في وعودة الكوادر الفنية. صحيح. الأسماء الكبيرة إلى البلد. صحيح. كمان نحن صار عندنا شح بالفنيين. مزبوط. نتيجة يمكن الخروج خارج البلد. أما بالنسبة للأعمال المشتركة عم نشوفها كمان، هي صارت دارجة بالفترة. مزبوط. الأخيرة. مزبوط. عم نشوف هو الحصة الأكبر عم تكون للفنان السوري، وعم يطلع كتير أسماء من مختلف البلدان على يمكن على اسم هيدا الشخص بسبب نجاح. وحتى الفنيين كانوا مبدعين، إن كان مخرج وإن كان فنيين وإن كان وراء الكاميرات، دائما السوري له بصمته إن كان بالبلد وإن كان خارج البلد. خلينا نحكي عن الأعمال المشتركة، هل برأيك هي صحيح وجودها لهالفترة الزمنية الطويلة؟ صحيح أنه نتشارك بهذا الشيء الكبير؟ حتى الآن الفنانين فنيين يعني ومخرجين إن موجودين في الوطن العربي وفي سوريا. يعني أنا مع الأعمال العربية المشتركة، ولكن ألا تكون على حسابنا نحن كسوريين. يعني أنا أشجع أن يكون هناك أعمال عربية فيها ممثلين، يعني يكون فيها يعني فيها حالة عدل. نعم. بين الممثل السوري أو الممثل العربي، يعني يكون في 50% من عندنا و 50% من عندهم. أما أنه يكون روح باتجاه ممثل أو اثنين من عندنا والباقي. صحيح. من عندهم، يعني هذا في ظلم حقيقي لل. تمام. رائد، عبر شاشة الإخبارية السورية، كلمة بتحب توجهها من منبرنا لكل اليوم محبينك اللي بيتابعوك، ولا أي حدا أنت حابب توجه له كلمة عبر شاشتنا الصغيرة؟ تفضل. بدي أقول أنا كثير سعيد بوجودي على الإخبارية السورية، وفعلا يعني أنا سعيد أنه كمان أتحدث عن عمل درامي لامس الناس، لأنه كان حقيقي وواقعي. بدي أقول شكرا كثير لأنكم تابعتونا بهي الـ 20 أو 25 دقيقة. تحية للشعب السوري العظيم الصامد من قلبي، وشعب العربي كأنه في سوريا، السوري في سوريا أو في المغترب. نعم، نحن بدنا نقول لك يسعد صباحك الحلو، انبسطنا اليوم بها الصباح، وموفق إن شاء الله بأعمالك اللي جاية، وإن شاء الله يكون لاقي صدى كتير كبير بملحمة لأنها بلاد. شكرا كتير. شكرا كتير. شكرا. الفنان السوري رائد مشرف نورت صباحنا، وأهلا وسهلا فيك.